بسم الله والله أكبر. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولو شئنا لرفعناه بها، أي تلك الآيات حين علم بعض أسرارها، يليق بلنا من مجموع علومه لا بأس بها، فيرفعه الله بذلك التميز بالعلم بآيات الله. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه، ولكن من شكون كان سيطر عليه؟ إبليس أعماه على كلي. ولو شئنا لرفعناه بها، فماش الالترناتيف هذه، ما جاتش على باله. كما إبليس الالترناتيف تاع ربي يشوط بالي فور توجور، هذا كيف قالوا ربي اسجد لآدم سجود تحية، لا سجود عبادة، خاطر ماش تنحو. أما تسجد لله عبادة، ولا تسجد لمن أمرك الله أن تسجد له، كما وقع لإبليس. لكن على حسابه، رغم اللي كان مشهور بالعلم، وهو كان من الملائكة النوع الجن، ف غرور بنفسه أوقعه في غضب الله، الغضب الأبدي. لذلك سمي إبليس، أي يأس من روح الله، من رحمة الله. وأغلب الكرم هما جند أدلة عند الكلب الإبليس هذا، أي نهار كله يخدم في جماعته، كيفاش يفسدوا بين الزوج وزوجته، ويجأ بين الخل وخليله، بين الأمة هذه وأمة أخرى، وهم أغلبهم تجمعهم صفة الغمة، نسأل الله السلامة من كل أمة.